خلينا نروح لتقرير مهم جدا جدا عن قناة النادي الأهلي وتاريخها في إطار الاحتفال النهارده بعيد ميلاد قناة النادي الأهلي، عيد ميلاد ال11 لهذه القناة الكبيرة. تقرير عن قناة النادي الأهلي وتاريخها، بعد التقرير هنرجع في فقرة مهمة جدا جدا مع ضيفتنا العزيزة الكابتن مي هشام نجمة النادي الأهلي في لعبة كرة اليد، أكيد حضراتكم عارفينها، وهي كابتن من الكباتن الكبار جدا في تاريخ هذه اللعبة بالتحديد داخل النادي الأهلي، وهنتكلم بشكل مفصل سواء عن القناة وعن تاريخها ومشوارها مع النادي الأهلي. هنروح لتقرير فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا العزيزة كابتن مي هشام، يلا بينا. لطالما كانت قناة الأهلي منذ إنشائها عام 2008 الدرع والسيف لنادي القرن الإفريقي، المدافع الأول عن حقوقه في الأزمات والمساندة للنادي في الحق على طول الخط. إدارات تغيرت، لاعبون ومدربون تغيروا في شتى الألعاب، بقيت قناة الأهلي العنوان الدائم والملاذ المفضل والبيت الذي يطل منه نجوم الأهلي على جمهور أعظم نادي في الكون. أعظم نادي في الكون، لو كل الدنيا ضده أفضل أحبه بالنور. قناة الأهلي كانت ولا زالت مساندة لكل ما هو أهلاوي، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم الذي يعد واجهة النادي الأكبر، فمنذ انطلاقتها الأولى وحتى الآن تسير جنبا إلى جنب مع فريق الكرة، ترصد كل الكواليس في التتش والمباريات ورحالات السفر خارج الديار، تنفرد بتصريحات اللاعبين والأجهزة الفنية، تسجل أفضل اللحظات خاصة فيما يتعلق بتحقيق البطولات والصعود لمنصات التتويج. تعد قناة الأهلي شريك نجاح رئيسي لفريق الكرة بالنادي الأهلي من خلال قيامها بدورها على الوجه الأكمل وتأدية رسالتها السامية في مساندة فريق ناديها بما يتماشى مع مهنيتها، وهو ما اكتسبت من خلاله مصداقيتها على مدار 11 سنة. في هذه السنوات كانت ولا تزال الدرع الذي يدافع عن فريق الكرة، السيف الذي يهاجم المتربصين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين تصيبهم انتصارات الأهلي بهستيريا شديدة تجعلهم يخرجون عن شعورهم، يرددون أقاويل غير حقيقية، لكن مسعاهم دائما يذهب أدراج الرياح، لأن قناة الأهلي لهم بالمرصاد.